بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في موضوع في الاقتصاد الجزئي يتكلم أو بعنوان توازن المشروع في ظل سوقي المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل. أولا، ما هي شروط المنافسة الكاملة؟ من شروط المنافسة الكاملة توفر عدد كبير من المنتجين والمستهلكين بحيث يعجز كل منهما منفردا عن التأثير في السعر، تجانس السلع المنتجة، العلم الكامل بأحوال السوق، حرية الدخول والخروج من السوق، عدم وجود تكاليف نقل. ويمكن توضيح توازن المنتج في ظل المنافسة الكاملة في ظل العديد من الحالات. المشروع من الممكن في الأجل القصير أن يحقق أرباح غير عادية أو يحقق خسائر في الفترة القصيرة، وقد يحقق أيضا أرباح عادية في الفترة الطويلة. ويمكن توضيح كل حالة كما يلي. توازن المشروع في حالة تحقيق أرباح غير عادية: يحقق المشروع ربح غير عادي، بمعنى أن الربح يكون موجب إذا كان الثمن اللي بنبيع بيه المنتج هو أكبر من متوسط التكلفة الكلية. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني التالي. هيلاحظ من الشكل التاني إن في ظل المنافسة أهم ما يميزها إن الثمن بيكون ثابت، ولذلك يمثل خط التمن بخط مستقيم وهو الخط س، وهو يساوي ألف ميم اللي هو الإيراد المتوسط والإيراد الحدي، وهنا الثمن يكون خط مستقيم موازي للمحور الأفقي اللي هو محور الكمية. شرط توازن المشروع هو أن التكلفة الحدية تتساوى مع الإيراد الحدي، وهنا منحنى التكلفة الحدية عبارة عن علامة صح اللي هو يرمز له بالرمز ح، هيتقاطع مع الإيراد الحدي في النقطة نون، وبذلك يحدد كمية التوازن كاف وسعر التوازن س، وهنا يكون الإيراد الكلي عبارة عن المربع ميم كاف نون س، وهو حاصل ضرب الكمية في الثمن، فميم كاف الكمية في الثمن ميم س هيساوي المربع ميم كاف نون س. وفي حالة تحقيق أرباح غير عادية أي أرباح موجبة، نجد إن منحنى متوسط التكلفة هو عبارة عن المنحنى ت ميم هو أسفل خط التمن، ولذلك يكون متوسط التكلفة الكلية ميم كاف ه لام، وبفرق أو بطرح التكلفة الكلية ميم كاف ه لام من الإيراد الكلي ميم كاف نون س يتم تحقيق ربح غير عادي، وهو المساحة المظللة أمامنا وهي نون ه لام س. من الممكن أيضا أن يحقق المشروع خسارة في الأجل القصير، ويحقق المشروع خسائر إذا كان الثمن اللي بنبيع بيه هو أقل من متوسط تكلفة الوحدة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي: شرط التوازن واحد في جميع الحالات، إن هنا التكلفة الحدية ت ح يتقاطع مع الإيراد الحدي أ ح في النقطة ن، فيحدد كمية التوازن م ك وسعر التوازن م س، وبذلك يكون الإيراد الكلي هنا المربع ميم كاف نون س. وهنا في حالة خسارة يكون منحنى التكلفة المتوسطة أعلى خط التمن فوق خط التمن هو الخط ت ميم، وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف ه لام وهي أكبر من الإيراد الكلي ميم كاف نون س، وبالفرق بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية تكون المساحة المظللة هي عبارة عن خسارة يحققها المشروع وهي المربع ه نون س لام. توازن المشروع في حالة تحقيق ربح عادي في الأجل الطويل، وهنا يعني إن وضع التوازن في الأجل الطويل المشروع لا يحقق أرباح ولا يحقق خسائر، وتحدث هذه الحالة إذا كان الثمن يساوي متوسط التكلفة. يعني أنا كلفت المنتج 5 جنيه، بعته ب5 جنيه. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي: نجد إن هنا التكلفة الحدية ت ح تتقاطع مع الإيراد الحدي أ ح في النقطة ن، وكمية التوازن م ك وسعر التوازن م س، وبذلك الإيراد الكلي يكون م ك ن س. ويلاحظ إن احنا في حالة تحقيق ربح عادي، أي أن التكلفة المتوسطة تساوي التمن، ولذلك يتم رسم منحنى التكلفة المتوسطة على خط التمن عند النقطة نون، وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف نون س تساوي الإيراد الكلي ميم كاف نون س، وهنا يحقق المشروع عادي.
توازن المشروع في ظل ظروف الاحتكار. الاحتكار المقصود به وجود منتج واحد هو الذي ينتج السلع ويبيعها، ويستطيع المنتج أن يتحكم في السعر كما شاء. ولذلك ما يميز الاحتكار عن المنافسة أن في الاحتكار السعر بيكون متغير، إنما في المنافسة يكون السعر ثابت. وبالنسبة لحالات توازن المشروع في حالة الاحتكار، هي مثلها مثل حالات التوازن في حالة المنافسة. ويلاحظ إن في حالة تحقيق المشروع في حالة الاحتكار أرباح غير عادية تحدث إذا كان الثمن أكبر من متوسط التكلفة الكلية. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التاني. نجد إن منحنى التكلفة الحدية ت ح يتقاطع مع الإيراد الحدي ألف ح في النقطة نون، ويكون كمية التوازن ميم كاف، وسعر التوازن للحديد، ويتم الخروج من الكمية إلى خط السعر لتحديد السعر ميم س، ويكون الإيراد الكلي ميم كاف عين س. وفي حالة أيضا الربح غير العادي، يكون منحنى التكلفة متوسطة أسفل خط الثمن، وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف ه لام، ويحقق المشروع أرباح غير عادية قدرها عين ه لام س. الحالة التانية هي حالة تحقيق خسارة، وهنا يحقق المشروع خسارة إذا كان الثمن أقل من متوسط التكلفة الكلية. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التاني. هنلاحظ هنا إن التوازن كما سبق، التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي في النقطة نون، والإيراد الكلي ميم كاف في لام. وفي حالة الخسارة يكون منحنى التكلفة المتوسطة أعلى خط الثمن، وتكون التكلفة الكلية ميم كاف في لام. والفرق بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية هو عبارة عن مربع المظلل ه عين س لام، وهي تمثل مقدار الخسارة في حالة الاحتكار. في الأجل الطويل من الممكن أن يحقق المحتكر أرباح عادية، وهنا تحدث إذا كان الثمن يساوي متوسط التكلفة الكلية. وهنا المشروع لا يحقق أرباح ولا يحقق خسائر، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. هنلاحظ إن الإيراد الكلي ميم كاف عين س يساوي التكلفة الكلية ميم كاف عين س، وبذلك يكون المشروع حقق أرباح عادية في الأجل. حالة عملية على توازن المشروع في سوق المنافسة. إذا كان ثمن الوحدة المباعة 12 جنيه والتكاليف الكلية، يوضحها الجدول التالي والكميات المباعة أو الكميات المتبقية. المطلوب تحديد في أي سوق يعمل هذا المشروع، تحديد حجم التوازن المشروع ومقدار الفائض مع توضيح حالة التوازن بيانيا. بالنسبة لنوع السوق اللي بيعمل فيه المشروع، لو جينا نحل هنبص للتمن. فبما إن التمن هو ثابت وهو 12 جنيه، إذا هذا السوق هو سوق منافسة كاملة، وبذلك يعمل المشروع في ظل سوق المنافسة الكاملة. عشان نعرف توازن المشروع، احنا قلنا ان شرط التوازن ان التكلفة الحدية تتساوى مع الايراد الحدي، اذا يجب حساب التكلفة الحدية والايراد الحدي. ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي. هنعمل جدول هنحط فيه الكميات زي ما موجودة في التمرين، وهنحط فيها التمن وهو معطاه 12 جنيه في التمرين، وهنحط عمود التكاليف الكلية وهو معطاه بالتمرين. هنحاول نحسب الإيراد الكلي عن طريق ضرب عمود الكمية في عمود التمن، فنحصل على الإيراد الكلي كما هو موضح بالشكل الذي أمامنا. صفر في 12 بصفر، واحد في 12 باتناشر، اتنين في 12 ب24، وهكذا. ثم يتم إيجاد الإيراد الحدي، والإيراد الحدي هو عبارة عن الفرق في الإيراد الكلي الوحدتين متتاليتين. إذا الإيراد الحدي هنحسبه إزاي؟ هنبص على عمود الإيراد الكلي ونرخص مين كل فرق في الإيرادين لوحدتين متتاليتين. فعند الكمية صفر الإيراد الحدي بصفر. طب نيجي للوحدة واحد، الإيراد الكلي بكام؟ 12. هنطرح منه الإيراد الكلي عند الوحدة صفر اللي قبليها، 12 ناقص صفر يبقى 12. ونيجي عند الوحدة التانية، الإيراد الكلي 24 ناقص 12، الإيراد الكلي الكمية واحد هيساوي 12. ونستنتج مما سبق إن في المنافسة لازم التمن يتساوي مع الإيراد الحدي. طب بالنسبة للتكلفة الحدية نحسبها ازاي؟ هي الفرق في التكلفة الكلية لوحدتين متتاليتين. فهنيجي برضو عشان نجيب التكلفة الحدية، هنشوف الفرق في التكلفة الكلية لكل وحدتين تحت بعضهم. فهنيجي التكلفة الكلية الوحدة الأولى 30، طب واللي قبليها كانت كام؟ تكلفة كلية 20، يبقى 30 ناقص 20، يبقى إذا الحدية 10. طب الوحدة رقم 2 الكلية التكلفة الكلية 34،
هنخصم منها التكلفة اللي قبليها 30 اللي هي الوحدة رقم 1 هيبقى يساوي 4، وهكذا. التكلفة الكلية الوحدة رقم 3 36 ناقص التكلفة الكلية اللي قبليها 34 يبقى 2، ونحسب التكلفة الحدية بهذا الشكل. ثم نجيب عمود الفائض وهو الربح أو الخسارة، وده عبارة عن عمود الإيراد الكلي ناقص التكاليف الكلية. شرط التوازن، عشان نجيب شرط التوازن لازم نشوف عمود التكلفة الحدية والإيراد الحدي، نشوف اتساووا فين. هنجد إن الإيراد الحدي والتكلفة الحدية تساووا عند الوحدة رقم 7، يبقى إذا تحقق توازن المشروع هنا عند الوحدة رقم 7، لأن التكلفة الحدية 12 تساوي الإيراد الحدي 12 عند هذه الوحدة. وبذلك نجد إن الفائض هنا 22 وهو موجب. إذا هذا يعني أن المشروع يحقق ربح غير عادي طالما أن الربح موجب. إذا كان الربح سالب عند نقطة التوازن يكون هنا خسارة، لو كان صفر يبقى ربح عادي. بالنسبة للتكلفة المتوسطة، وديت بنحسبها إزاي؟ هي عبارة عن التكلفة الكلية على عدد الوحدات أو على الكمية، فهنقسم عمود التكاليف الكلية على الكمية عشان نوصل للتكلفة المتوسطة، وأنا يهمني فقط التكلفة المتوسطة عند نقطة التوازن اللي هي الوحدة رقم 7. فهنحسبها ازاي؟ قسمنا التكلفة الكلية عند الوحدة رقم 7 62 جنيه على الكمية 7، هيديني 8.85%. ولذلك لو جينا نعبر عن شرط التوازن ده بيانيا، هيتم توضيحه من خلال الشكل التالي. احنا هنا طالما ان التمن ثابت 12 يبقى ده سوق منافسة، يبقى هنرسم توازن المشروع في حالة تحقيق أرباح غير عادية في سوق المنافسة الكاملة، ونضع الأرقام كما هي بالتمرين. كمية التوازن عند الوحدة رقم 7، فكتبنا 7 وحدات، وسعر التوازن 12، والتكلفة المتوسطة 8.85%. حالة عملية أخرى ولكن على سوق الاحتكار، حجم الإنتاج عندي، التكاليف الكلية، وأدي الأثمان. فعشان أحدد نوع السوق هنا في المطلوب رقم 1 هنبص للتمن، التمن مختلف وموجود أكتر من تمن، يبقى إذا ده سوق احتكار كامل. أحدد حجم التوازن بنفس الطريقة السابقة في سوق المنافسة، لازم إن التكلفة الحدية تساوي الإيراد الحدي. إذا أنا هنقل بيانات التمرين مرة أخرى. نظرنا للجدول اللي أمامنا دلوقتي، إحنا هنبص إن برضو بنفس الطريقة حسبنا التكلفة الحدية، الفرق في التكلفة الكلية الوحدتين متتاليتين، والإيراد الحدي نفس الكلام. ولكن اللي يفرق المنافسة عن الاحتكار إن في المنافسة لازم التمن يساوي الإيراد الحدي، إنما في الاحتكار لأ، هنلاقي إن التمن مختلف تماما عن الإيراد الحدي، ويتم حساب الإيراد الحدي عن طريق حساب الفرق في الإيراد الكلي الوحدتين متتاليتين. لو بصينا في عمود الإيراد الكلي، 60 في الوحدة رقم 1 ناقص اللي قبليها يبقى 60 الإيراد الحدي. الوحدة رقم 2 110 الإيراد الكلي ناقص اللي قبليها 60 يبقى 50، وهكذا للنهاية. بعد ذلك شرط التوازن، التكلفة الحدية تساوي الإيراد الحدي. فهنبص على عمود التكلفة الحدية والإيراد الحدي، هنجد إن هما تساوى 10 و10، وذلك عند الوحدة رقم 6. إذا المشروع يحقق التوازن عند الوحدة رقم 6، لأن التكلفة الحدية عندها 10 تساوي الإيراد الحدي 10. ولو بصينا للفائض هنا اللي هو مقدار الربح الخسارة، هنجد إن هو موجب 40. إذا طالما موجب يبقى المشروع هنا يحقق أيضا أرباح غير عادية، ويتم توضيح ذلك عن طريق الرسم البياني. نرسم توازن المشروع في حالة الاحتكار في حالة تحقيق ربح غير عادي، وذلك كما سبق أن وضحناه. ويتم وضع سعر التوازن 35 جنيه، وكمية التوازن 6 وحدات، وهي موجودة في الجدول بالتمرين. وفي النهاية طبعا بشكركم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.